وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية. وعلى جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية في إفريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيداً في المقابل بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع الرئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حالياً، وتوافقنا على أهمية الإسراع بإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها. وأكدت في هذا الإطار دعم ومساندة مصر عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتقديرنا لجهود فخامته على هذا الصعيد باعتباره رائداً لهذا الملف المهم. وأخيراً، وفيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ.